لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. يواجه فريق الوداد الرياضي مستضيفه نادي الجيش الملكي في قمة منتظرة بين الفريقين برسم الجولة 15 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويسعى فريق الوداد الرياضي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد خصمه نادي الجيش الملكي رغم صعوبة المواجهة، وذلك لمواصلة صدارة البطولة الوطنية والمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم. من جانبه يبحث نادي الجيش الملكي للإطاحة بالوداد الرياضي في كلاسيكو المغرب، حيث بدوره ينافس على لقب البطولة الوطنية هذا الموسم. ويحصل فريق الوداد الرياضي المركز الأول برصيد 30 نقطة، بينما يحصل نادي الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 23 نقطة حسب جدول ترتيب البطولة الوطنية. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد الرياضي المقابلة تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التكنوتي، في الدفاع الاعتماد على كل من أشرف داري وأمين أبو الفتح في محور الدفاع، وإشراك يحيى عطية الله وأيوب العملود على مستوى الأطراف كجناحي دفاع. في الوسط الاعتماد على كل من يحيى جبران وأيمن الحسوني بالإضافة لإشراك وليد الكارتي في خط وسط ميدان النادي الأحمر. في الهجوم الاعتماد على كل من محمد أوناجم ومؤيد اللافي على مستوى الأجنحة وإشراك أيوب الكعبي في قلب هجوم الوداد الرياضي. وتقام مباراة الوداد الرياضي ومستضيفه الجيش الملكي يوم الأحد 9 ماي انطلاقا من الساعة 10 ليلا على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، وذلك برسم الجولة 15 من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية.